أنا أول ما سمعت بالخبر رحت لابني أحمد للمستشفى، عرفت أنه ابن أحمد يعني مضروب طلقة ببطنة. أتحمدت الله وشكرته، أخذناه رحنا للمقصد. فبالطريق سألت أحمد، عرفت أنه مو أحمد اللي ضاربه، اللي ضاربه صديقه. أخوش لا أحمد، إحنا راح نروح للمركز، هذا وأنا موجود، إحنا رايحين للمركز نقول للشرطة أنه البندقية طقت على ابننا وكتلته. هذا هو قال لي هذا. بارك الله فيك. رحنا طبينا للمركز، وضابط الشرطة رائد موجود، ممكن أي واحد منكم يروح يستفسر منه. يستفسر منه. والله وصلت التفاصيل. رحنا طبيت على الضابط، السلام عليكم أستاذ، هذا الموضوع حشك له شكل. كان يقول لي حجي أنت جاي سولف، جاي تحكي. القاتل اجى سلم واعترف بانه هذا قاتل ابنكم. اسكت هذا الحكي، لا تحكي ولا تسولف فيه. خلينا وسكتنا. قلت له احمد هم انا رجال من دون وفاته، قال ما عندي اي شكوى على الدكتور صلاح. مو بارك الله فيك دكتور صلاح، ما عندنا اي شكوى عليه ان شاء الله. الله يحفظ رجال حبيبي. جينا ورحنا ودفننا، وجينا سوينا الفاتحة، كلفنا القاضي لأنه وقفوه المادة مالته 405، وهاي شوية المادة صعبة يعني، يمكن إذا كل واحد بيكم قانون يعرف بها. إيه ما تقبل بكفالة. أحمد أول يوم الفاتحة، لأن كانت يوم جمعة السبت الأحد، راح أحمد للمحكمة تنازل، أخذ زوجته وراحوا للمحكمة تنازل. ليش؟ لأنه هو ضياء صديقنا، عزمنا، حتى لو كان مقتول عمد، فإحنا الخاطر الصداقة والخاطر الأخوة والخاطر الطاقة، إحنا متنازلين من كل شيء، من الفصل ومن الدية ومن أي شيء، إحنا متنازلين لهاي الوجوه الطيبة اللي جايتنا، هي هاي فرحتنا، هي هذا الفصل، هو هاي الدية، هي هاي جايتنا، هي هاي الفلوس، هي هاي المادة، هي هاي هذا الربح احنا ربحناه، هذا الربح احنا ربحناه، واحنا متنازلين عن كل شيء، الخاطر هاي الوجوه الطيبة جايتنا، واحنا مو متعازين ترى، مو متعازين من شادر ومن هذه. لما قلت احنا نريد ثلاثة أربعة، قلت مهدي أخونا صديقنا يجينا يجيب أهله ويجي يقرأنا الفاتحة، بس احنا نريد كلكم دعاكم لأحمد، والله دعاكم أنه والله اليوم احنا عندنا طلب، نعم، وطلبنا ما تردونه، حتى رسول الله الهدية ما ردها. أنا عندي هدية الأم الشاب هذا، ما أريد ترجعونها. هديتك مقبولة ونقبلها، تطلعها من إيدك اليمنى تحطها بإيدك اليسرى وتوديها للفقراء، للأيتام، للمعتازين، بثواب المرحوم. الله يرضى عليك.